السلام عليكم. اليوم نعود مرة أخرى إلى ملعب تيزي وزو، حيث أن صور جديدة وتظهر أرضية ميدان عالمية، يعني روعة روعة روعة، خاصة المربعات هذيك شيء رهيب. يعني فريمون نفتخر بهذا الملعب، وهنيئا لشبة القبائل بفوزها على المروك إذن، وإن شاء الله المزيد من النجاحات للفرق الجزائرية، شباب بلكور واتحاد العاصمة والفرق الأخرى، كل فرق إن شاء الله، ومزيد من التألق للجزائر. وبدون ما نطول عليكم نخليكم تابعوا هذا الفيديو لهذا الملعب الرائع، والسلام عليكم.